اخد بركه اوت صابونه اولا، واحب يعني اللي هم الناس اللي اول مره يجوا، احنا بقالنا يمكن 6 مرات بنتجول في كتاب الاب باسيليوس المقاري، دراسات في اباء الكنيسه. والكتاب ضخم وملوش اخر، ويعني تاملات فيه لا تنتهي، لكن احنا وقفنا عند القديس اثناسيوس الرسولي وحكينا شيء عن تاريخه وشيء عن فكره، ولكن توقفنا عند ارتباط فكر القديس أثناسيوس الرسولي بعقيدة مشابهة الله بالنعمة، أو عقيدة الثيوزيس، أو العقيدة اللي تم ترجمتها، بعض بيترجمها تأله وبعض بيترجمها تأليه، وكلمنا في أنه العربي بتاعهم ضعيف شوي. الاتحاد بالله بالنسبة لعصرنا الحديث كفكرة لاهوتية اختبارية مش مجرد نظرية، قدمت بواسطة الأب متى مسكين سنة 1952 في كتابه حياة الصلب، وعمل فيها تشابتر اسمه الاتحاد بالله. بيبدأ أنا بس عايز، أنا اكتشفت ده بالصدفة وأنا بقرأ في كتاب دراسات في أباء الكنيسة، لاحظت تركيز الأب باسيليوس المعاري على حتة أنه الأنبا أثناسيوس الرسولي استخدم هذه العقيدة، عقيدة الثيوزيس، كسلاح ضد الأريوسيين. وده يعني للي هيقرأ ويتعمق أكتر أمر ممتع وغريب الشكل، ولكن أي مؤمن بسيط يفهم اللي فيها. اللي فيها هو أنه يخرج من الجافي حلاوة، يعني يجي أريوس بالهرطقة بتاعته عشان يهد لاهوت المسيح، يحاول بطرق متعددة، مرة إله مخلوق، مرة عنده لاهوت بس لاهوته مش في مستوى لاهوت الآب، كذب في كذب. وده يوريك انه المشكله مش مشكله عقليه وبس، لا ده في شر، في شيطان، دخلوا شيطان وابتدى يوجهه ناحيه انكار حكايه اتحادنا الكامل بالمسيح، وانه المسيح اله كامل وانسان كامل. فقلت طيب ابص كده اشوف ايه دليلنا ان القديس اثناسيوس فعلا عمل كده. هو بس يعني عشان نبقى مع بعض واضحين، لأنه بعض الناس هيجي يقول لك كلمة فيوزيس دي لم ترد في أي كتاب من كتب أثناسيوس. صحيح، ثيوبيوزيس هو الاصطلاح اللي استخدمه، لكن المفهوم هو هو. وبعدين البعض هيقول هو ليه ما طورش العقيدة دي، يعني ليه كده ما كبرهاش، هي موجودة أصلا من قبل القديس أثناسيوس. ولكن اللي عايز أقوله يعني أنه على إيد كليماندوس أوريجانوس ما خرجتش في نطاق النخبة السكندرية المثقفة اللاهوتية، وكأنه موضوع من شأن بس الناس المتعلمين. القديس أثناسيوس لما تكلم عن التأله وعن الثيوزيس دخل من مدخل جبار، وهو كتابه عن أب الرهبنة المصرية القديس أنطونيوس. القديس أثناسيوس كان لما يتكلم مع الناس ما يتكلمش باليوناني، القديس أثناسيوس كان بيوعظ بالقبطي. المسيحية في أعظم صورها ما كانتش تتجلى في السكندرية، في الإسكندرية وبس، لا ده ريف مصر كله قديسين، كنت تمشي تتكابل في قديسين. وإلى اليوم هناك الكثيرين أو الكثيرون من الناس اللي هم ما مش دارس، ما عندوش تعليم لاهوتي، ولكن هو نفسه لاهوتي، لأنه اللاهوتي هو الذي يصلي، اللاهوتي هو الذي يرتبط بالإله، هو ده المفهوم. ومن العلامات القوية في خدمة القديس أثناسيوس إنه شعبي، يعني عرف إزاي يلمس الطاقة الروحية بتاعت الشعب. واللمحة دي أظهرها أبونا أثناسيوس المقاري بشكل جيد جدا في كتابه، وهتلاقيه بيشير إليها بسرعة كده في صفحة 292. لأن أنت هتروح للفلاح المصري وتقعد تحكي له بقى عن إيه الأصل الفلسفي لكلمة لوغوس وإزاي بتنطبق على المسيح، يقول لك حبيبي
أنا عايز أخش ملكوت السماوات بتاعته، أنا بحب المسيح. فممكن يرفض الأطر النظرية ولكن يعيش بكل أعماقه مفهوم الاتحاد بالله، union with Christ. طيب هنا الاتحاد بالله، بس لأننا دخلنا في الموضوع نقول، يقول عنه مثلا أبونا متى في حياة الصلاة إنه تعبير لاهوتي مختصر للحالة التي يطلبها المسيح لنا من الآن. المسيح بيطلب إيه؟ ليكونوا هم أيضا واحدا فينا، يوحنا 17:21. عايزنا نبقى مع الآب كما هو مع الآب. دي رؤية متى المسكين، وهي دي رؤية الآبائية. يقول طب وتتحقق إزاي؟ تتحقق بأننا نصير شركاء الطبيعة الإلهية. بطرس الثانية 1:4، جميل. يقتبس بعد كده من القديس إيريناوس، يقول بواسطة الروح القدس نرتفع إلى المسيح، وبواسطة المسيح نرتفع إلى الآب. إذن هنا في اتحاد يستعلن على مستوى الآب والابن والروح القدس. القديس أثناسيوس الرسولي كان بيكاتت شورت، يقول لك في ابن الله نصير أبناء الله. يعني أو يقول كمان لأن ابن الله تأنس لنتأله نحن. طيب هتلاقي في حياة الصلاة أمر غريب قوي يثبت فكرة إن القديس أثناسيوس استخدم الثيوزيس كسلاح ضد الأريوسيين، ولكن فجأة ظهرت عقيدة تدافع عن لاهوت المسيح مرة وإلى الآن. مش ظهرت، هي ما ظهرتش، هي تحددت بألفاظ قوية وبوضوح، ما بقاش فيها يعني كلام جديد. طيب اللي احنا بنتكلم عنه، هل القديس أثناسيوس يعني كان مع الفكرة؟ نقرأ نسمع، يعني مفروض أنه كان الأفضل والأكثر بروفيشنال أن يكون عندي PowerPoint، بس هعتمد على أن حضراتكم تروحوا صفحة 194 في حياة الصلاة وتقرأ السرد اللي جاي عن أثناسيوس. على فكرة فكرة الاتحاد بالله هو جايب 13 اقتباس أبائي في منتهى القوة، أباء ما فيهمش يعني جدال، جايب إيريناوس، جايب إغناطيوس الأنطاكي، جايب كليماندوس السكندري، يعني ما مش، ولكن أنا اللي لفت نظري إن أنت عندك 13 اقتباس، 8 منهم لأثناسيوس، يعني تقريبا أكثر من نصف حاجة بسيطة. يقول إيه؟ أختار بعض الاقتباسات. حينما نشترك في المسيح اللي هو الكلمة نشترك في الآب، لأن الكلمة هو كلمة الآب. ده كلام مين؟ ده كلام القديس أثناسيوس. فلو كان المسيح هو في الآب بالمشاركة وليس من الآب بالجوهر، خلي بالك خطورة أريوس هنا، ها؟ إن هو ليس من جوهر الآب، وعشان كده القصة مش قصة اليوتا بتاع هومو أوسيوس وهومو أوي أوسيوس مشابه للآب ولا واحد في الجوهر مع الآب. لا، القصة إنه أنت هتعمل لنا شخصين منفصلين وتدخلنا في مسار تعدد آلهة وتحرمني من الإنجاز اللي عمله المسيح من أجلي. بيقول ليس من الآب بالجوهر، وليس بيقول على بيستنكر اتهام أريوس، يقول وليس من الآب بالجوهر. لو كان كده زي ما أريوس بيقول لما استطاع أن يؤلهنا، إذ يكون هو نفسه مؤلهاً. فإن كان الذي يملكه المسيح هو بسبب المشاركة مع الآب، لاستحال عليه أن يعطيه للآخرين. إذن إيه الفكرة؟ أنا عمال أقرأ الكلام الصعب ده ليه؟ دي من الرسائل الفصحية رقم 51. الفكرة إنه القديس أثناسيوس ده شخص عملي جدا، تركيزه الأكبر على عقيدة الخلاص في الكنيسة، أن تكون عقيدة اختبارية. فأنت لو جردت المسيح من شركة الجوهر مع الآب، أنت أفقدت الكنيسة خلاصها، ما بقاش له معنى. حتى بعد كده يقول لا يمكن كان لا يمكن للإنسان أن يتأله إذا كان اتحاده بالمسيح هو مجرد اتحاد مخلوق بمخلوق. طب أنت هتوصل لله إزاي إذا كان أصلاً اللي أنت بتتحد به مخلوق، أو إذا لم يكن المسيح هو من جوهر الله بالحق؟ بيكمل لا يمكن للإنسان أن يتأله إذا لم يكن الكلمة الذي صار جسداً
خلي بالكم الكلمة صار جسدا ده لاهوت أثناسيوس الرسولي، تركيزه كبير على ده. هو بالحقيقة من جوهر الآب، وأنه كلمة الآب الخاصة، وده هنلاقيه في العزة الثانية 70 للقديس أثناسيوس الرسول. وتاني يرجع تاني يقول المسيح لم يكن إنسانا ثم صار إله، ولكنه إله صار إنسانا، وذلك ليه؟ لكي يؤلهنا. لذلك فكل الذين دعاهم الله أبناء فهؤلاء اختارهم وألههم بواسطة الكلمة الابن بالجوهر، الابن بالجوهر. هنا تتحس انه اتحاد الانسان، وفي غيره بقى، في احنا مش هنقدر نقرا كل حاجه، يقول نحن لا نتاله ان كنا نشترك في جسد انسان عادي. هنا بيشاور على ايه؟ على الافخارستيه. ولكننا نتاله لاننا ناخذ جسد المسيح الكلمه بذاته. ده اقتباس خطير، وادعو الجميع انه ياخده على جنب ويتامل، لانه بيحطنا قدام موقف من عبادتنا في الإفخارستية، الشركة، نأخذ جسد المسيح الكلمة بذاته. فهنا هنا الموضوع كبير والمسؤولية كبيرة والدينونة كبيرة إن كنا نتقدم لمثل هذه الشركة بدون استحقاق. برجع بعد كل الاقتباسات دي من القديس أثناسيوس الرسولي، بيعلق أبونا متى، أنتوا عارفين يعني، يرجع للأباء وبعد كده يقول إحساسه، ودي حاجة جميلة جدا يعني. وأحيانا يقوم أي اختباره هو الشخصي، وده كتاب حياة الصلاة. فبيقول لأنه بيثقف الناس سنة 1972، بيعلمهم تعليم كنسي سليم، بيقول له أنه إثيوزيس، وكتبها باليوناني على فكرة في صفحة 195، الذي يقصده الآباء لا يعني تحول الطبيعة البشرية إلى طبيعة إلهية. مفيش تحول، مفيش ترانسفورميشن يعني من جهة الطبيعة، من جهة الطبيعة، ولكن تأهيل الطبيعة البشرية للحياة مع الله في شركة المحبة. دي بترد على الناس اللي بيظنوا أن الثيوزيس هو أنه إحنا صرنا أصحاب جوهر إلهي. غلط، دي بترد كويس. ويقول وذلك برفع الحاجز الخطير الذي يفصل حياة الإنسان عن حياة الله. إيه بقى الحاجز الخطير؟ أظن الكل لقطها، الخطية. يرفع هذا الحاجز الخطير، حتى لو أنا تقدمت للتناول وعلي خطية فبالدم يكون الغفران، طالما إن الحياة مش سمك لبن تمر هندي. بنقول وذلك بتوسط غسل وتقديس دم المسيح لنا وتناولنا من جسده. ففي النهاية اللاهوت متى المسكين في الجزئية دي مش بعيد عن اللاهوت الآبائي، عشان كده قررت ان انا اوصل ده ليه؟ لانه بوضوح شديد بيقول جمل في منتهى الأهمية من ناحية الاختبار. يعني مثلا يقول ايه؟ إن فتح أمام الإنسان باب إمكانية تذوق الاتحاد بالله، تذوق الاتحاد بالله بشركة المحبة والطاعة. ركز كده معايا، المحبة والطاعة. إذن علاقتنا بالله مش مجرد محبة، ولكن فيها فعل، فيها ترجمة، فيها عمل، فيها طاعة. يقول منذ الآن، يعني بنعيشها الآن. طيب الفقرة اللي هقراها أنا هسميها فقرة الجهاد والنعمة طبقا لمتى المسكين، أو اتحاد الإنسان بالله طبقا لما يقول من ناحية الاختبار تاني. يقول اتحاد الإنسان بالله أي التأله هدف شرعي بموجب سبق اتحاد اللاهوت بالناسوت في التجسد الذي جعله المسيح غاية لنا أيضا. طيب يا ترى الاتحاد ده، الثيوزيس ده، المفهوم ده اللي 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 بدأه أثناسيوس، الحقيقة هو ما بدأوش، هو يعني جعلوا عقيدة، بيشمل إيه؟ يقول لك يشمل كل وصاية النعمة المجانية. تطلع إيه دي؟ بما أننا يعني اجتماع روحي وبنحاول ننمو في الحياة مع الله، تطلع معمودية بس؟ لا. تطلع تناول بس؟ لا.
تطلع توبة دائمة، يبقى حط المعمودية مع التناول مع التوبة الدائمة، وده يكفي، ده يكفي للحصول على نعمة إثيوزيس. يقول لا، تشمل جهادات كالصوم والعفة، ضبط اللسان والفكر، والصلاة باستمرار، وكل أعمال المحبة والاتضاع، كما يشمل حتما معونة الله الخفية للمجاهدين. الكونسبت هنا مش نظرية أحباء، مش فكر، لا، الكونسبت هنا حياة فيها تعب فيها جهاد، ولكن النعمة من وراء الستار تقوم بالعمل كاملا شبه كامل. في تقديري إذا كان علي أنا مثلا بكل الجهادات بتاعتي نسبة 1% يبقى 99% على الله. إذن إحنا قدام مفهوم روحي، مش بس لاهوتي نظري ولكن روحي اختباري، يتعلق بحصيلة الإيمان والعمل، الإيمان والعمل الاثنين مع بعض، حياة فيها حركة. يقول إنه بكمل برضو رأي أبونا متى في الموضوع، يقول إن الاتحاد بالله في مفهومه الحاضر في هذه الحياة يعني التحول المستمر منين؟ من حياة حسب الجسد لحياة حسب الروح. ودي نعديها إزاي الحياة دي؟ نعديها إزاي؟ نتنقل من الجسد للروح إزاي؟ لا يمكن هتحصل إلا بإيمان قوي، إلا بجهاد، إلا بدموع كل يوم وكل ساعة وفق مشيئة الله. إذن دي حياة حتى الدموع فيها بتكون وفق مشيئة الله، هو اللي بيدي الدموع مش أنا اللي بفتعلها، هو اللي بيدي مواعيد الصلاة مش أنا اللي بعملها، هو اللي بيدي العزم، هو اللي بيدي الثقة والإيمان، ولكن العطية في الآخر هي كاملة منه، مش لأني أنا يعني شاطر أو قادر على أني أحقق أشياء إنجازات روحية عالية. طيب هل يا ترى بس اللاهوتيين هم اللي اتكلموا عن موضوع الثيوزيس؟ لا، هنلاقي انه اعظم نساك البريه مين؟ كلنا هنقول القديس انطونيوس القديس مقاريوس. هقرا حاجه للقديس مقاريوس وتقولوا لي ده بيتكلم عن الثيوزيس ولا بيتكلم عن ايه؟ مش لازم يستخدم المصطلح، لكن يقول ايه؟ كذلك الله، دي العزة 46 للقديس مقاريوس، الذي يعتني بالإنسان، الله الذي يعتني بالإنسان ويترأف عليه، فإن النفس التي تأتي باشتياق إليه ينقاد هو إليها بالمحبة وبتحننه الطبيعي المختص به. هنا بتلاحظ القديس مقاريوس بيقول إيه؟ أنت بتروح له، مش بتروح له بنفس مسدودة، أنت بتروح له باشتياق. الاشتياق ده يعني معناه ان القلب حي، انه الانسان مش مجرد مدعي وبيتكلم وخلاص، يعني باشتياق. بيقول ينقاد الله للنفس دي اللي بتروح له باشتياق، ينقاد لها بالمحبه وبتحنن طبيعي، ويتحد بها ويصير معها روحا واحدا. مين المتكلم هنا؟ المتكلم هو القديس مقاريوس، أبا مقاريوس الكبير. طيب هو أنا لما أقرب من ربنا وقلبي ضيق غلبان وعلى قدي، وابتدي بإني أغصب نفسي أقول له يا رب عبدك عايز يتعلم، يحصل إيه؟ يقول لك بمداومة العقل في نعمة الرب بلا انقطاع يترأف الرب علينا ويسكب محبته علينا. هنا الحياة مع ربنا تبقى فيها كده عزوبة، في انسكاب للمحبة، وبذلك النفس تصير هي والرب روحا واحدا وامتزاجا واحدا وعقلا واحدا، مقاريوس الكبير. ومش هكمل للآخر لأن كده أنا أخذت أكتر من الوقت، ولكن المرة الجاية نكمل يعني لمحتين عن عقيدة الاتحاد بالله عند القديس أثناسيوس، وبتهيألي هنقفل عند هذا عند هذه النقطة. شكرا. ربنا يعوضك يا دكتور راجي، خدنا بركة كبيرة. احنا بإذن ربنا هنبتدي سلسلة